مرحبا فردوس. أهلين أستاذ زين. شو أخبارك؟ تمام؟ تمام شكر الله. شو بتحب تشرب؟ باخذ قهوة. تكرم عينك. كل الجرايد كاتبة عن المعرض وكل المواقع، ما في موقع ما منزل صور وخبر. ايه برافو، ما هذا الشيء متوقع، يعني انه المعرض رح يعمل ضجة. اكيد. كنت حابة نعمل صورة عائلية، حاولت انا وهالة نبين انه نحن اللي عاملين المعرض، لانه انت وكرم اختفيتوا. ايه ما في مشكلة امي، نحن وانتو واحد، ما في اي مشكلة. انتو واجهت الشركة والمعرض صرفنا عليه بلاوي، فكان لازم تكونوا موجودين. ما تاكلي هم، كل الناس بتعرف انه نحن اللي منظمين المعرض. طبعا مالك فاضي. ليك امي انا بدي اسالك، امبارح شو كنت عم تحكي مع ساره؟ ليش ممنوع احكي مع موظفه عندي؟ لا طبعا امي، لا اكيد مو ممنوع تحكي مع اي موظف او موظفه عندك، بس انا باكد لك انه ما كان حكيك مع بالشغل، ما هيك؟ سألتها عن علاقتكم، قالت لي إنه مجرد أصدقاء، واللي نزل على الإنستغرام هو حكي فاضي، وهذا الشيء ريحني. بس أنا مالي شايف إنه علاقتي فيها هي رفقة وصداقة يعني بس، وعم حاول إنه كمان هي ما تشوفها بهي الطريقة. أنت شايف إنه هي الست بتناسبك؟ كتير. وأنا إذا ما تقبلت ابني اللي كل بنات العالم تتمنى تقله مرحبا علقان بأرملة؟ عيب امي هذا الحكي، ما حلو بحقك. سارة بنت محترمة، بنت ممتازة، وتعبانة على حالها كتير، والأهم من كل هاد إنه أنا بحب امي. وإن شاء الله ناوي تتجوزها وتربي ابنها كمان. ايه ليش لا؟ انت بفكر حالك انك بتحبها؟ لا امي لا، ما لي بفكر حالي، انا بحبها. انت مصر تكسرني مشان وحده بكره بتتركك مشان واحد معه مصاري اكثر منك. اذا عشت معي يومين رح تمل منك. حبتك هذا اذا حبتك، ما رح تحبك اكثر من ابنها. وجهه نظرك. مثل ابوك، مثل ابوك بالضبط. كمان عندك علاقة بوحدة ما بعرف شو. بكفي 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 امي، بكفي لهون وبس. غلطت كتير فيني وفيها، خليني امشي مشان ما اغلط معك. هلا عم بغلط لاني عم نبهك على حقيقة ساره.